ما هو الأسلوب القتالي الأكثر رعبا؟ هل هو النينجا أم الكونفو أم الكاراتي أو ربما الكابويرا أو الملاكمة؟ جميعها أساليب قتالية مرعبة ومخيفة، ولكن تبقى ممارستها ممتعة في نفس الوقت. ولكن هل سألت نفسك ذات يوم ما هو الفن القتالي الأكثر رعبا وفكا؟ وكما تحدثنا في الجزء السابق عن الكونفو والملاكمة والكاراتي والوينغ تشو، ووعدناكم بتقديم جزء ثاني عن أخطر أنواع الفنون القتالية في العالم، لذا تقدم لكم قناة سؤال اليوم الجزء الثاني عن خمسة من أخطر فنون القتال في العالم. لكن في البداية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك والجرس حتى يصلك كل ما هو جديد وماتع. في المركز الأول، النينجا. انتشر كثيرا في أمريكا الشمالية بعد مسلسل أطفال سلاحف النينجا، لكن يرجع تاريخ النينجا في الحقيقة إلى اليابان القديمة، حيث كان المقاتلون يتدربون على النينجا لإيجاد أساليب التخفي والمباغتة وقتل المنافسين بسهولة، ويتم فيه استخدام الأيدي والأرجل بجانب الكثير من الأسلحة مثل نجوم النينجا الشهيرة والعصا والرماح والسيوف، بل وأيضا المتفجرات. ولدت النينجا في اليابان الإقطاعية وتم التدرب عليها للقتل المباشر، والغريب أنه لا يوجد مدربين في الوقت الحالي، إلى أن الكثير من معلمي رياضات الدفاع عن النفس يشتقون الكثير من أساليبها في تدريباتهم اليومية. وكانت تستخدم النينجا في حروب العصابات وفنون التجسس، واسمها الحقيقي نينجستو، ويمارسها الشنوبي والمعروفة باسم النينجا خارج اليابان. وممارسي هذه الرياضة كانوا يعملون في كثير من الأحيان كقتلة أو جواسيس. في المركز الثاني، الكابويرا. على الرغم من كونها أشبه بالرقص، إلا أنها تعتبر من الفنون القتالية التي توهم الخصم وتخدعه، وهي من الفنون القتالية البرازيلية والتي تم ابتكارها من العبيد، حيث كانوا يخفون تدريباتهم على القتال عبر هذه الرقصات. وفي الحقيقة أصول الكابويرا يعود إلى أفريقيا، ولكن تم تطويرها في البرازيل، وتجمع الكابويرا ما بين الرقص وقتال التمويهي، ويرجع اسم كابويرا إلى نبتة برازيلية. المركز الثالث، الموي تاي. هو عبارة عن فن قتالي تم ابتكاره من أجل الجنود، وذلك في القرن السادس عشر. قد ساعد ذلك الفن سكان تايلاندا على التصدي للغزاة، ويلقب هذا الفن بفن الأطراف الثمانية بسبب استخدامه لليدين والكوعين والرجلين والركبتين. في المركز الرابع، كراف ماجا. كراف ماجا ربما لم تسمع به من قبل، ولكن في الحقيقة الكراف ماجا هو واحد من أقوى فنون الدفاع عن النفس، والتي اقتبست العديد من تقنيات قتالية من الفنون الأخرى مثل الكونفو والملاكمة والمصارعة وفنون قتال الشوارع. وترمز كلمة كراف ماجا إلى القتال المباشر أو القتال بالالتحام، وقد تم إنشاء ذلك الفن في فلسطين من قبل جيش الاحتلال الصهيوني. أما اليوم يتم استخدامه في تدريب جيش الاحتلال بالإضافة إلى الاستخبارات والموساد. والكراف ماجا لا تعتبر رياضة دفاع عن النفس بالمعنى العادي، والهدف الرئيسي للهجوم هي العينين والأعضاء التناسلية، وأيضا ضربات الرأس أو حتى استخدام أسلحة لإلحاق أكبر ضرر بالخصم. والكراف ماجا تتكون من ثلاث مراحل رئيسية، هي التعامل المباشر مع الخصم سواء بضربه أو طرحه بسلاح، المرحلة الثانية منع الخصم من الاستعداد للهجوم، أما المرحلة الثالثة فهي إخضاع المهاجم بشكل كامل. في المرتبة الخامسة، الجوجوتسو البرازيلي، والمعروف أيضا بأخطر فنون القتال في العالم. الجوجوتسو البرازيلي وتعني فن الليونة أو الطريق للخضوع، ويعتبر الجوجوتسو البرازيلي أقوى الفنون القتالية في العالم لكونه يعتمد على تقنيات تثبيت الخصم في الأرض ومن مختلف مناطق الجسم، وترجع جذور الجوجوتسو إلى الأم اليابان، حيث عرفت كفن قتالي متكامل أثناء المواجهة مع أشخاص عزل. وقد برز عدة مقاتلين في اليابان، ومن بينهم شخص يدعى موتسوميات، والذي عرف بشراسته القتالية وتغلب على عدة مقاتلين أبطال. وبعدها هاجر هذا الوحش إلى البرازيل، ثم قام بتأسيس هذا الفن الشرس هناك وعمل على نشره، واشتهر بالجوجوتسو البرازيلي. والآن هناك موضوع أردنا التحدث عنه بخصوص الحلقة السابقة، عندما قلنا أن بروسلي يتقن فن الكاراتيه. فلنرجع إلى بداية حياة بروسلي. في الحقيقة بروسلي تتلمس على يد معلمه إبمان أو رجل الآي بي، والذي أورثه فن وينغ تشون، وهو أحد أساليب الكونفو الجنوبي. ثم قام بروسلي بابتكار فن جديد باسم جيت كوندو، والجيت كوندو فن فلسفي أكثر منه فن قتالية. وفي الحقيقة بروسلي كان مولعا بالفنون القتالية وكمال الأجسام وفلسفة الفنون القتالية المختلفة. إذن هل كان بروسلي يتقن فن الكاراتيه؟ نعم، كان يتقن فن الكاراتيه والعديد من الأساليب الأخرى، ولكن في النهاية
هل انتهت سلسلة الفنون القتالية؟ لا، لم تنتهي، وهناك الكثير من الفنون القتالية التي تستحق ذكرها في قائمة أخرى، مثل الأيكيدو، الجودو، وفنون القتال المختلطة، وأيضا الكثير من الفنون التي لم تسمع بها، مثل وفي النهاية ضع اسم الاسلوب او الفن الذي تريد ذكره معنا في القائمة القادمة او حتى الشخص الذي تريد ان نتحدث عنه في حلقة قادمة. ولا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات حتى تشاهد الحلقات القادمة باستمرار.